طبعا انا عارف ان في السويس هيبقى في تجمع اهلاوي كبير جدا، والحمد لله يعني احنا السنه دي كان الفكره ان احنا كل الفروع هنفتحها لازم تبقى بالشكل ده، لازم تبقى فرع قوي جدا وفرع يليق باسم النادي الاهلي. وانا عارف ان في السويس الاهلاويه كتير، وعارف ان الناس اللي بتحب الرياضه في السويس كتير واللي محتاجين ان احنا نبقى موجودين معاهم، عشان كده ان احنا حبينا نبدا بالسويس. وان شاء الله الفتره الجايه دي هيبقى فيه حاجات كتيره قوي، وان شاء الله تبقى قناه النادي الاهلي معانا. انما طبعا يعني السويس المكان اللي انا اتربيت واتولدت فيه، فكان لازم نبدا بيه بشكل كويس جدا، عشان كمان هو كان اكتر مكان جاهز معانا. انا سعيد جدا بان في جماهيريه كبيره جدا في السويس، حاجه بتسعدنا احنا كلاعيبه. احنا بندور على الناشئ اللي يخدم النادي الاهلي، ودول يمكن فيهم لعيبه كويسه كتير جدا، واحنا هدفنا من الاكاديميه ان احنا نطلع لعيبه لقطاع الناشئين ثم الفريق الاول، فباذن الله يمكن يطلع من مصر كلها، مش هقول من السويس بس. وانا اتمنى ان احنا نعمل في بورسعيد واسماعيليه وسويس وخط القناه كله، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نطلع ناشئين تخدم النادي الاهلي باذن الله. بشكر طبعا الاستقبال الكبير ده، مسؤولين هنا في الفرع، في فرع النادي الاهلي في السويس، وان شاء الله تبقى بدايه الحمد لله بدايه كويسه جدا بالنسبه للعدد كافتتاح. تاني حاجه بشكر كل الناس اللي هي استقبلتنا النهارده في السويس، وان شاء الله انت عارف النادي الاهلي اسم كبير، والنادي الاهلي دايما يعني بيحاول يكون في افضل شكل، واحنا الحمد لله في اكاديميه النادي الاهلي في فروع كتير جدا، في اسيوط وفي الصعيد كله، وفي في اسكندريه ومنصوره وفي القاهره طبعا مدينه نصر والسعوديه، يعني فروع كتيره جدا وشيخ زايد. فان شاء الله باذن الله الفروع تزيد اكتر. انت عارف النادي الاهلي اسم كبير، كل الناس بتحب تلعب كوره هتبقى من خلال النادي الاهلي، ولان اللعيب بيبقى عارف هو صغير نفسه ان هو يلعب في النادي الاهلي، وعايز يبقى طموح يبقى زي صلاح وزي اللعيبه الكبار اللي هو اللي موجوده دلوقتي. فان شاء الله بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وتبقى بدايه ليهم وهو صغير يعرف يعني ايه فنية النادي الاهلي. دي حاجه كويسه جدا، بتبقى حاجه شرف للواحد ان هو يعني يطلع نشء كويس قبل ما يبقى لعيب كويس، يبقى هو رياضي كويس عنده اخلاق كويسه. انت بتبعده عن حاجات كتيره جدا طبعا، يعني حته الرياضه دي نفسها الناس كلها عارفه ان هي بتبعدك عن حاجات كتيره جدا مش كويسه في الوقت كمان اللي احنا فيه دوت. فيعني بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نشتغل في المجال دوت، ان انت تطلع حاجه كويسه تفيد البلد باذن الله وتفيد الرياضه المصريه. من شهر 6 اللي فات بمجرد ما الكابتن خالد تولى منصب مدير عام الاكاديميات، والراجل طبعا كان بيكمل، طبعا انت عارف النادي الاهلي منظومه محترمه كله بيكمل بعضه، فبالتالي احنا اول ما كابتن خالد مسك كلمته طبعا، والراجل طبعا رحب بالفكره جدا، وخصوصا ان هو عارف ان في مواهب كتير جدا في السويس، والحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله نبقى عند حسن ظنه باذن الله، وظن لجنه الكوره اللي وافقت الحمد لله على كلام الكابتن خالد، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه باذن الله. طبعا السويس فيها مواهب كتير ومصر كلها مواهب، بس اللي يكتشف المواهب. احنا دلوقتي كمدربين وادارات انديه بتدور على الحاجه السهله طبعا، ويعني اكبر رد الكلام ده واحنا في النادي الاهلي كان كل موسم بيطلع اقل حاجه 6-7 لعيبه الدوري الفرقه الكبيره. دلوقتي حضرتك لو تعد مثلا كل سنه كام واحد بيطلع، اللي بيجي دلوقتي عايز اللعيب الجاهز، يعني برضو عايز اخد بطوله، ضغط الادارات والنتائج لو مش كويسه المدير الفني بيمشي، فطبعا كله بيركز في الجاهز. لكن مصر كلها مواهب والسويس فيها مواهب، يعني انا النهارده متفائل طبعا، الكابتن خالد والكابتن عبد النبي عاشور المدير الفني والناس اللي جايين النجوم اللي جايين، انا حاسس ان النهارده هياخدوا كذا لعيب من السويس، لان في لعيبه مميزه جدا ومهاراتهم عاليه جدا، بس عايزين اللي يكتشفهم يعني.